بالنسبة للفيديو اللي تداولت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام والفيسبوك، الفيديو اللي انتقدته يعني شفت باللي كاينين مواهب اللي تستحق ديال البوز، كاين مواهب اللي تستحق تطلع، وشفت باللي اكس وان ان وان بكلمة بهادشي طلع قبل الحال، قلت انا علاش انتقدته. من بعد فاش تعرفت عليه مشيت لكارتي كوبا ويعني ورحبوا بي ولاد دربهم اللي كنوجه لهم تحيه من العرس ديال مصطفى اكس وان ان وان، ولاد دربهم اللي استقبلوني واحد الاستقبال رائع، واحد الحفاوه ديال الاستقبال، ضريفين ولاد الشعب، ولاد باب الدار، كنوضح ولاد باب الدار، واكس وان ان وان ولد باب الدار. الوقت اللي عرفتو حنين وقلبه بياض وعفوي وهذاك الشيء ندمت، قلت انا خصني اقسم بالله الا واحد الليله ان ابني ضميري عارني، واحد يعني واحد السيد صاحبي قال لي يا زكريا هادشي درتي ما مزيانش، الناس رحبوا بك مشيتي عيرتي مصطفى اكس وان ان وان، حيت هو بحال خوهم، هو كيشكروا وفرحوا لي على هادشي اللي دار. الوغ مشيت عيرته جاني بحال الغدر، الحمد لله انا ما مرضيتش، قلت خاص دعيت الله سبحانه وتعالى، قلت ما كرهتش يعني طلاق، يعني طلاقنا الاقدار ونتسامح معاه وندير معاه فيديو. فعلا قسما بالله الى الغد ليه تلاقيت معاه في ساحه ماريشال ودرت معاه فيديو. فاش تلاقيت انا وياه هو ما شافش الفيديو الاول، هو داك الساعه باقي ما شافش الفيديو الاول انا متاكد غالبا، صافي عنكتو قلت لي راك عزيز تصورت معاه، قال لي مرحبا، قال لي شوف مرحبا بك انا نعاونك وداك الشيء، وهذا الشيء راه باقي ما عرفش الفيديو الاول. المهم درت معاه فيديو تسامحت معاه نشرته في الفيسبوك. الوقت اللي نشرته يعني انا ناوي باش نقول للناس انا راه ماشي ما حملتوش، راه ندمت انا على زرت داك الشيء. الغد اللي كنت صدم بواحد الترولات والفيديو انتشر تداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي باللي انا راه منافق متناقض، كيفاش عيرته؟ راه نقدر انا نعير واحد الانسان والغد اللي نتسامح مع هادشي كيوقع، في كاين مشكل؟ انا كنقول لهذوك الناس اللي عاروني وقالوا بلي انا منافق، انا خصهم يتلاقوا معايا مباشره ويعرفوا هالطيبوبه، الحمد لله ماشي غنشكر راسي، والدليل هو انني جيت العرس ديالو فرحان ليه، والله العظيم فرحان ليه اختي من اعماق ديال القلب، فرحان ليه من اعماق ديال القلب، حيت هو العفويه ديالو هي اللي وصلته لهذا الشيء، من بعد الله سبحانه وتعالى، العفويه ديالو هي اللي وصلته لهذا الشيء، نيه وضريب واللي بقلبه كيقولوا وما كيحقدش. اكبر دليل على هذا الشيء اللي كنقول ثاني، عيط لي في التليفون، قلت لي الو مصطفى، قال لي مرحبا، قال لي شكون معاك؟ قلت لي انا هو ذاك فلان اللي درت مع فيلم، قال لي غدرتيني، قلت لي والله ما غدرتك. عارني شويه ويقول لي انا مسامح لك مرحبا بك جي للعرس. اذا هذا السيد فوالا عرض عليه قال لي جي مرحبا بك قلبه بيض، وقال لي فين؟ قسما بالله الا هو اللي قال لي رمسيس هو اللي عطاني النعت. دونك انا فاش شفت هذا الشيء ندمت، قلت علاش عيرته المره الاولى؟ ما فيها خير، ربما ما كنتش كنحلم انني يعني الناس يهضروا عليا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام في الفيسبوك وداك الشيء. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نيتي زوينه، وانا اليوم راه ما كنتش كنعيش واحد السعاده كبيره، وغدا عندي العمل، ورغم ذلك غنضحي ويعني من اجل مصطفى اكس وان وان اللي يستاهل ويستاهل ويستاهل. وهذوك اللي كيقولوا هذا السيد يمشي يعري على دراعه، هذا السيد راه راجل وكان كيعري على دراعه، كنقولها وماشي نفاق ولا مجامله اختي، باش نوضح لهاد الناس اللي 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 طلعوا عليا كيف ما كيقولوا في فيسبوك. وكنبغي نشكر مصطفى اكس وان وان بزاف، ونتمنى ليه ذريه صالحه، ونتمنى ما يتنساش دغيا، كنعاود ونقول نتمنى ما يتنساش، نتمنى يبان في السلسلات. اللهم هو، شوف اللهم هو، ولا بلا ما نبدا ننتقد ثاني، اللهم هو ولا شي واحد ثاني ما كيطلعوا لك كيبانوا في السلسلات ما عندهم شخصيه، اللهم هو عفوي. هو دابا طلع في لاسين، كيطلع في لاسين كيبدا يضرب واحد العفويه، والله حتى احسن من شي كوميديين عندنا حاليا، ما غنجبد الاسم ولكن احسن من شي كوميديين اللي عندنا. دونك هذاك السيد السيد يستاهل، ورا الله اللي رزقه، وإلا عطاك العاطي ما تحرط ما تواطي، الله سبحانه وتعالى عطاه هذا الرزق ويستاهل. وشكرا لهذه القناة الإلكترونية، وكنعاود نقولها أنا راه ماشي منافق، واللي بغى يتأكد بعدا نقدم لكم راسي زكريا الشويرم، قبل ما تعرفوا باللي أنا متناقض أنا معلق رياضي، ويعني كنحب الهواية ديال المراسلة، المراسل كمراسل كنحب يعني كنحب نولي إن شاء الله مراسل صحفي في المستقبل. والرسالة اللي بغيت نوجهها كفى، كنقول كفى يعني ما خصناش نحكموا على الناس دغيا حتى نتاكدوا. و تحيه لمصطفى اكس وان، وتحيه لمراتو. ها الكادو اللي جبت ليه، عرفتي شنو هو الكادو اللي جبت مصطفى اكس وان؟ الكادو اللي جبت مصطفى اكس وان هو انا اليوم غنبقى معاه حتى للصباح، حتى يمشي هو ومراتو عاد غنرتاح. هذا هو الربح، وكنقول لهم انا ماشي منافق.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.